السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد براهمي. وفي الفيديو غنشرح لكم كيفاش ديروا جدول التغيرات. باش انا نرسم جدول التغيرات نشوف هذه الخطط. اول حاجه تكون عندي واحد الدال اف، هيك الدال اف ضروري خص تكون عندي مجموعه تعريف ديالها ديدو اف، عقلوا ليها اف خص تكون عندي مجموعه تعريف، يعني جدول التغيرات ضروري يكون مجموعه تعريف عارفه. لكن اللي حاط ديك مولان فين بلس انفين كيجي حطني شاف جدول التغيرات مولان فين بلس انفين، نو مولان فين بلس انفين كانت مجال تعريف ار، اما الا كان شي مجال اخر راه خصني نحدد المجال ديال الداله اف. يعني عندي واحد الداله اف خصني نكون عارف مجموعه التعريف اول حاجه. ثاني حاجه خصني نكون عارف الاشتقاق، خصني نكون عارف الاشتقاق، والاشتقاق خصني ندرس اشارته، خصني نكون دارس اشاره الاشتقاق. وملي غندرس اشاره الاشتقاق بطبيعه الحال غادي يعطيني الرتابه. شنو هي الرتابه؟ تزايدية أو تناقصية، يعني إف تزايدية أو إف تناقصية. عاد ديك الساعة عندي الحق نرسم جدول التغيرات. يعني لاحظ معايا إف ديدو إف خص يكون عندي، وخاص يكون عندي الإشتقاق، الإشتقاق خصني ندرس إشارته، ندرس إشارة الإشتقاق ضروري. ملي غندرس إشارة كيفاش غندرس إشارة الإشتقاق بطبيعة الحال بجدول الإشارة. هنا كاين اللي كيخلط، كاين اللي كيخلط بين جدول التغيرات وجدول الإشارة. جدول الإشارة ماشي جدول التغيرات، جدول الإشارة وحدو جدول التغيرات وحدو جدول التغيرات هو اللي كيكون فيه ثلاثه ديال لي بارتي، كيكون فيه السهم طالع او هابط. جدول التغيرات كنكون فيه الاشاره ديال اف بريم والرتابه ديال اف، واضح. اما جدول التغيرات راه كيكون فيه غير كنحدو غير كنبغي ندرسو اشاره ديال اف بريم وحدو، كنبغي ندرسو غير الاشاره ما فيهش لا سهم لا والو. يعني جدول الاشاره غنحتاجو باش ندرس اشاره اف بريم، يعني باش نمشي لكم مزيان. عندي اف خاصني يكون عندي ديدو اف، من بعد خاص يكون عندي اف بريم، من بعد هذيك اف بريم خصني ندرس اشارتها. باش غندرس اشارتها بجدول الاشاره، حبساني جدول الاشاره نقص غنحتاجو باش ندرس اشاره، ماشي بدار جدول الاشاره. كاين شي وحدين اللي هما باينين، كاين شي وحدين اللي نقدر ندرس اشارته بلا جدول الاشاره، غنشوفو امثله. وكاين شي وحدين غنحتاج جدول اشاره، الاغلبيه ديال التمارين كنحتاجو فيهم جدول اشاره. من بعد الى حددت الاشاره ديال اف بريم، يعني حددت الاشاره ديال الاشتقاق، غادي نعرف الرتابه. وطبيعه الحال الا عرفت الرتابه صافي راه غادي نقدر نرسم جدول التغيرات. مفهوم؟ لي شنو هي الرتابه بطبيعه الحال؟ هي واش داله تزايديه ولا تناقصيه، لانني خصني نعرف واش داله تزايديه ولا تناقصيه. الا عرفت واش تزايديه ولا تناقصيه بطبيعه الحال نقدر نرسم السهم، لانه الا كانت تزايديه السهم غيكون طالع، ولا كانت تناقصيه الداله السهم غيكون هابط، واضح. بالنسبه للاشاره اف بريم دو اكس، يعني مثلا قلنا حنا غندرسوا اشاره ديال اف باش تعطيني الرتابه. هاني درس اشاره الا لقيت اف بريم دو اكس موجب، هذاك يعني ان اف تزايديه السهم طالع. لقيت الاشتقاق سالب اصغر من صفر كتعني ان اف تناقصي، يعني السهم هابط، واضح. وبطبيعه الحال ديجا تشرح على الفيديو شرحت فيه مزيان باش تعرفوا واش داله تزايديه او تناقصيه. دونك جدول التغيرات كيكون كيف ما كتشوف دابا، كيكون فيه ثلاثه ديال لي بارتي الفوق، ثلاثه ديال لي بارتي مقسم بحال هكا. الجهه الاولى ديما كتكون اكس اف بريم دو اكس اف، ما نديرش اف دو اكس تحت، اف نحبس اكس ديما نكتبهم اكس اف بريم دو اكس اف. لا حسب تقدر تكون جي مثلا عطاني جي غندير اكس جي بريم دو اكس جي. بارتي الثانيه الاول كندير فيه دي دو اف مجموعه التعريف، يعني من الناس ثلاث. ثاني كندرس كندير فيه اشاره اف بريم دو اكس، كندير فيه اشاره اف بريم دو اكس. والثالثه كندير فيه الرتابه ديال اف، الرتابه ديال اف يعني واش تزايديه ولا تناقصيه. الا عرفت التزايديه السهم طالع، الا عرفت التناقصيه السهم هابط. هادشي اش قلت لكم انا؟ لاحظوا معايا الجدول الاول البارتي الاول احتاجنا فيها دي دو اف مجموعه التعريف، هادشي قلت لكم خصنا نكون عارفين مجموعه التعريف. تاني شنو نحتاجو فيها؟ اشاره ديال اف بريم دو اكس، يعني ضروري خصني نكون عارف اف بريم بعدا هي الاولى باش نقدر ندرس اشارتها. هادشي قلت لكم خصنا نعرفو اف بريم واشارتها. ثالثه خصني نكون عارف الرتابه ديال اف، وباش نعرف الرتابه ديال اف ضروري خصني نكون عارف الاشاره ديال اف بريم. باش نكون عارف الاشاره ديال اف بريم خصني نكون ندير اف بريم اللي هو الاشتقاق، واضح. هادو هو جدول التغيرات، واضح. يعني راه ما كاينش شي حاجه اخرى، هادي هي جدول التغيرات اللي خصكم تكونوا عارفين. ولكن لاحظوا معايا ماشي بحال هكا كنكتب ليه انا غير شرحت لكم شنو كيكون، ولكن غنمشيو ملي غنمشيو للامثله غادي نشرح لكم مزيان. دونك باش نفهموا مزيان هذا الشيء نمشيو للصبوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دونك بعد ما فهمنا شنو جدول التغيرات دابا نشوفوا بعض الامثله باش تفهم مزيان. دونك دابا غندير واحد ثلاثه الامثله غنفهموا شنو جدول التغيرات، كيفاش كنرسموه، كيفاش كنحط داكشي بلاصتو. غادي صافي نشوف واحد التمرين بسيط باش نخدموه من الصفر كيفاش كنرسموا جدول التغيرات. دونك المثال الاول، مثال عطاني داله اف اكس، انا ما مهمنيش شنو فيها الداله اف اكس، مفهوم؟ اللي مهم عندي انا عطاني دي دو اف ديالها اللي هو ار اللي هو من الموالفين بلس الانفين، وقال لي ان الاشتقاق اكبر قطعه من الصفر. المعلومات اللي مهمه عندي انايا وعندي ليميت، يعني انا بغيت ندير جدول التغيرات خصني نعرف ثلاثه المعلومات كما قلت لكم. خصني نعرف مجموعه التعريف دي دو اف، وخصني نعرف
الاشاره ديال الشقاق، يعني الشقاق كنعرف الاشاره ديال الشقاق، وخصني نعرف النهايات حتى هما مفهوم. دونك صافي انا كلشي حاطه عندي دابا، كلشي حاطه عندي يعني حاط عندي. دابا نجي نرسم، ها هو جدول التغيرات هكا كترسم بحال هكا. دونك ندير جدول التغيرات بحال هكا، كنجي ندير بحال هكا، كنجي ندير ثلاثة ديما. ها شمن دال اللي عندي اف، كنجي ندير بحال هكا، هادو ديما كيكون اكس اف بريم دو اكس و اف بحال هكا، اكس اف بريم دو اكس. إيه ما نديرش هنا اف دو اكس، اف عادي مفهوم. كنجي هنا ندير دي دو اف. ها دابا هاد الخانة كنحتاج دي دو اف. دي دو اف شنو هو؟ هو ار مولان في بلس انفيني. ها دابا عندي الحق نجي ندير دو اف، غنجي ندير هنا مولان فيني بلس انفيني هاكا. هنا دابا سالينا مع الاولى دو اف، نجي للثانيه كيدير اف بريم دو اكس اكبر قطعه من الصفر، يعني اكبر قطعه على المجال كامل. صافي كنجي ندير موجب، لان عندي صافي عندي اكبر قطعه من الصفر فهم. صافي هنا درنا دي دو اف، هنا درنا الاشاره ديال اف بريم. اف بريم شنو موجب؟ يعني موجب. دابا تبقى ليا الرتابه اف، بما انه اف بريم موجب دونك اف تزايدية. دونك غندير تزايدي، فين غنحتاج ليميت؟ ليميت كنديرهم هنا ديما، ليميت كندير هنا فهم، ديما كندير من راسنا ومن راسنا. من راسنا كندير ليميت ديال هادي عند موال انفيني، وهاد راس كندير ليميت ديال هادي عند بلس انفيني فهم. دونك شحال ليميت عند موال انفيني فليكس؟ موال انفيني هاهي كندير موال انفيني، كنكتب بحال هكا كنكتب غير موال انفيني. وهنا ليميت ديال فليكس عند بلس انفيني كندير بلس انفيني بطبيعة الحال، باش تكون انتيليجون شويه. هنا راه مايمكنش تجيب بلس انفيني من التحت، مايمكنش نقول حنا جايه من بلس انفيني طالع، يعني ديما التحت اما يخرج لك عدد ولا موال انفيني، ديما الفوق اما يخرج لك عدد ولا بلس انفيني. يعني انت حسبتي واحد ليميت ديالك وجيتي جدول التغييرات لقيتي ليميت ديالك خارج لك بلس انفيني، هنا عرف راه عندنا شي خطا، لان ضروري خرج، لانه اصلا كي في المعلم ها عندي غير موال انفيني، هنا موال انفيني بلس انفيني بلس انفيني، مايمكنش يجي هنا بلس انفيني، يجي منحنى طالع بحال هكا. دونك الا جاني هنا خصو يجيني موال انفيني، يعني جاي من هاد الجهه من التحت او جاي من هاد الجهه، وهنا خصو يجيني بلس انفيني، يعني ماشي جهه بلس انفيني مفهوم. دونك ديما التحت غيجيني واحد العدد ولا موال انفيني، وهنا ديما التحت الفوق غيجيني واحد العدد ولا بلس انفيني، يقدر يكون عدد ماشي مشكل واضح. غير هنا باش تكونوا فاهمين شويه القضيه. دونك هاني سالي جدول التغيرات ديالي بسيط. دونك المنحنى كيفاش غيترسم؟ غيترسم بحال هكا تزايدي واضح. نشوفوا دابا هاد المثال الثاني، عطاني اف ليكس، المهم مهماش عندي اف ليكس، المهم عندي داله دي دي اف ديال شنو هو؟ من موال انفيني جوج جوج بلس انفيني. اش كتعني هادي؟ يعني ار مع هذا جوج، هادي يعني دي دي اف يعني هو ار كامل، ولكن هنا ما فيه ما خصوش يكون فيه جوج. هنا دي دي اف عطانا ار عادي، ولكن هنا شنو هو؟ ار مع هذا جوج. باش اش كنديروا حنا هاد جوج بحال هكا؟ فيما تشوفوا مجموعه التاليف من موال انفيني للبلس انفيني وتشوفوا مثلا شي عدد داير بحال هكا نسموه حنا ا. عرفوا انها عرفوا ان راه ار كامل كاينه غير هاد ا محسوبش، يعني ما ار مع هاد ا بحال دابا هنا عندنا جوج، يعني ار مع هاد جوج، يعني جوج ما كاينش في المجال ما محسوبش مجال، ما خصوش يكون، لانه اذا كان غادي ياثر لي على الداله ديالي، ما يمكنش نحسبو في الداله. وعطاني هنايا وعطاني هنا عاوتاني قال لي اف لي اف بريم دو اكس اكبر او تساوي الصفر على المجال 5 5 موال انفيني، وقال لي اف بريم دو اكس عاوتاني اصغر او تساوي 5 على المجال 5 بلس انفيني، يعني عطاني اشاره. دونك المعلومات اللي بغيت هما هادو مفهوم، وهنا ليميت ما عطاهمش ليا. المهم ليميت راه غتحسبهم نتوما، دونك ليميت راه باينين. دونك نرسمو جوج التغيرات ديالنا كيف ما العاده. دونك هنا غنجي ندير طبيعة الحال 300 ديما، غنجي ندير هنا اكس اف بريم دو اكس، وهنا اف. هنا اش كندير؟ كندير دي دو اف. شنو مجموعة التعريف ديالي؟ من الموال انفيني جوج جوج بلس انفيني شنو؟ يعني من الموال انفيني حتى البلس انفيني ما عدا جوج. هاهي من الموال انفيني حتى البلس انفيني هاكا، مازال ما وصلت لشي اشارة شحال، حيد عليا ما عدا جوج. يعني اش غندير هاد جوج؟ غنكتب هاد جوج، ولكن غندير بحال هكا، جوج راه ما كايناش في المجال. ما عندكم تخلط لكم هذه مال الانعدام، هذه ماشي ديال الانعدام، هذه يعني كتعني جوج راه ما كايناش في المجال، يعني من موال انفيني حتى جوج ومن جوج حتى بلس انفيني ديما عاد ساعه نشوف الاشاره واضح. ف
هنا دابا دابا حيدنا علينا البارتي ديال دو اف، يعني كنحيد عليا هادو، كنحيد عليا البارتي ديال دو اف، عليه كنشوف اشاره كيدير عندي في بريم موجب على المجالات من خمسه مولين فين فيني خمسه مولين فين فين غتكون خمسه، خمسه غتجي هنا، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، خمسه غتكون هنا. دونك هذه منعادمه في خمسه غندير بحال هكا، دونك هذه كتنعادم في خمسه لانها خمسه شتوها. دونك اش غندير من خمسه مولين فين كي دايره من خمسه مولين فين موجب، دونك موجب كندير هنا وندير هنا لان هذه معكلاني فهم، هذه دايره لي واحد الحاجز، وكيدايره من خمسه وكيدير من خمسه بلس لانفين سالب اصغر من صفر. يعني شنو؟ يعني تزايدي هنا موجب، تزايدي هنا تناقصي، واش مفهوم؟ يعني اول حاجه كندير دي دو اف، الا كان دي دو اف فيه شي عدد خارج كنحاول نخرجو، عاد ديك الساعه كنشوف العدد فيه كينعدم، راه ماشي بالضروره هذا هو اللي كينعدم، هذا غير خارج، الجوج غير ما كاينش في المجال وصافي، خصني نحيدو من المجال انا مفهوم. بالنسبه للنهايات شحال النهايه غتكون عندي هنايا؟ هنايا هنا مغلق، يعني غتكون عندي غنحسب ليميت عند مولا فين اللي غنحطها هنا، غنحسب ليميت عند بلس جوج بلس هنايا، عند هنا ليميت عند جوج بلس عند جوج مو عفوا، وهنا غنحسب ليميت هنا غنحسب ليميت عند جوج مو في هاد البلاصه هادي، وهنا غنحسب ليميت غنحسب الصوره ديال خمسه، وهنا غنحسب الصوره ديال خمسه عاوتاني غنحطهم هنا، وهنا غنحسب بلس لانفين هاكا. علاش حنا حسبنا فيها ليميت حدا الصوره؟ اللي قلنا العدد اللي كيكون خارج مثلا هنا خارج جوج ما حسبش شي، ملي كيكون جوج بحال هكا يعني ما داخلش المجال، ولا كان جوج بحال هكا يعني داخل المجال. دابا لاحظوا معايا جوج ما داخلش في المجال، دونك ضروري نحسب ليميت، يعني في البلاصه هذه وفي البلاصه هذه غنحسب ليميت، غير هنا غنحسب عند جوج مو لان جات في اليسار، وانا غنحسب عند جوج بلس لان جات في اليمين. في البلاصه هذه وفي البلاصه هذه غنحسب الصوره ديال خمسه، لا الصوره انه داخل خمسه، لاحظوا معايا خمسه داخل، شتو خمسه داخل في المجال، داخل وسط المجال، ها خمسه داخل وسط المجال، دونك غنحسب الصوره ديما داخل كنحسب نحسب الصوره مزيان. دونك انا غنحسب الصوره طبيعه الحال موانفين بلس انفين ديما كنحسب ليميت ونحطهم هنا، ولكن نتوما قبل ما ديروا جدول التعليلات غيكون ديجا غتكون ديجا درتوا النهايات في البدايه، غيكون قال لكم خرجوا النهايات عادي ساعه جدول التعليلات فهم، حيت جدول التعليلات كيجيب الاسئله الاخيرين. دونك دابا نشوفوا المثال الثالث، دابا نشوفوا المثال الثالث، عطاني هنايا واحد الداله اللي ما عندي ما ندير بها، المهم عندي مجموعه التعريف اللي هي ار ما عدا 1 و3. اش كتعني ار ما عدا 1 و3؟ يعني مجموعه ار كامله ما خاصش يكون فيها 1 و3، يعني شنو هو دابا ديدو اف ما فيهاش جوج ارقام، ما فيهاش 1 وما فيهاش 3، وعطاني ان الاشتقاق موجب، بمعنى الاشتقاق موجب يعني الداله تزايديه على هذا المجال كامل ديال ديدو اف. دونك طريقه الحال غنرسم جدول التغيرات نرسمه هنا، دونك حاولوا تخرجوا نتوما هما الاولين عاد ديك الساعه كملوا معايا جدول التغيرات كيف ما العاده. دونك دابا غنحاول نسموها لي جي دو اكس فورم جي دو اكس هذه ديدو اف، هذه غنسموها جي بريم دو اكس، المهم غنبدلوا غير الحرف. دونك جدول التغيرات هو هذا كيف ما ديما، هنا غندير اكس، هنا غندير جي بريم دو اكس، هنا غندير جي مفهوم، غير بدلت هادو باش ما نقولوا انه ديما كيكون اف على حسب شنو سماه هو سماه الاستاذ ديالكم. دونك هنا غندير مجموع التعريف الاولى، غنحط مجموع التعريف غندير مول لانفيني بلس لانفيني هاكا، واش هي ار؟ هي ولكن ما عدا واحد وثلاثة، دونك خصني نخرجهم، خصني نكتب واحد وخصني نكتب ثلاثة ونخرجهم من المجال، عادي ساعة نشوف واش كتنعدم شي حاجة لا. جي بريم كيدير موجبة كاملة، دونك موجبة كاملة، موجبة هنا، موجبة هنا، موجبة هنا، ماشي كنجي نخط وندير كلشي لا، كندير خط بحال هكا، خط بحال هكا، خط بحال هكا، لأن هذا بحال الحاجز ما نقدرش نقطعو مفهوم. دونك هنا خصني نحسب ليميت، لا لا كنتو فاهمين، غنحسب ليميت عند مولا فيني غنحطها هنا، هنا ليميت عند واحد بلس واحد موا غنحطها هنا، هنا ليميت عند واحد بلس هنا عند واحد موا، هنا غنحسب ليميت عند واحد بلس ما كنكتبش، غنحسب ليميت عند واحد موا غنحسب واحد بلس، هنا غنحسب ليميت عند ثلاثة موا ونحط شحال خرج ليا، نحط هنا نحسب ليميت عند ثلاثة بلس ونشوف شحال خرج ليا نحطو، ونحسب ليميت عند بلس لانفين ونحطهم فهم. دونك هذا هو جدول التغييرات. دابا غنشوف واحد المثال باش نزيدو نفهمو مزيان. دونك عطاني هادي الدالة اف اكس كتساوي اكس 2 ناقص 2 اكس، قال لي عطيني جدول التغيير ديالها. بطبيعة الحال شنو خصني ندير؟ أول حاجة غادي نشوف شنو مجموعة التعريف بعدا، مجموعة التعريف هي ار، علاش أنا قلت مجموعة التعريف ديالها ار؟ لأنها حدودية، وأي حدودية راه مجموعة التعريف ديالها هو ار مفهوم، لأنها حدودية ما فيها لا جدر لا قصر مفهوم. دابا عرفنا مجموعة التعريف، أش خصني نعرف عاوتاني؟ خصني نعرف الإشارة ديالها، خصني يعني نعرف الإشارة ديال الإشتقاق، يعني خصني نعرف الإشتقاق، عقلت عاود الترتيب خصني نعرف ديدو اف، عاد صح خصني نعرف ليش
للشقاق. دونك ندير لهذا الشقاق للشقاق ديال اف بريم دو اكس يساوي شو شارج اكس 2 هو 2 اكس، شو شارج 2 اكس هو ناقص 2. هذا هو الشقاق. دونك خصني دابا ندير ندرس اشاره هذه. واش ندرس اشاره؟ خصني ندير جدول الاشاره، يعني غندير 2 اكس ناقص 2 تساوي 0، يعني 2 اكس تساوي 2، يعني اكس تساوي 1. يعني اختزل 2 مع 2 تبقى 1. مزيان، ندير جدول الاشاره. ولكن لاحظوا معي كاين جدول الاشاره وكاين جدول التغيرات. جدول الاشاره غير باش نعرف اشاره هذه بريم، وجدول التغيرات هو اللي كنديروا فيه الاشاره والرتابه. مفهوم؟ دابا غنبغى باش نعرف اشاره هذه اف بريم، يعني نقدر نعرف اشاره ديريكتومو اذا كانت موجبه ديريكتومو، نعرف الا كانت سالبه ديريكتومو. اما اذا كانت ما عرفتش اشارتها خصني نحل المعادله بحال هكا وندير لها جدول الاشاره عادي كما قرينا. هنا غندير اكس، هنا غندير 2 اكس ناقص 2، هنا ندير اي شنو هو مولا فيني بلس لافيني، هنا غندير فاش كتنعدم في جوج. لاحظوا معايا كون كانت شي حاجه خارجه من ار غنديرها. هنا ا كيدير موجب ا هو 2 عندنا هو قدام اكس، ديما ا هو اللي كيكون مع اكس، يعني هنا غندير ناقص عكس اشارته وهنا اشارته. دونك من جوج لمولا فيني كيدير اف بريم سالب، يعني اف بريم دو اكس سالب في هذا المجال. من جوج بلس لافيني كيدير اف بريم موجب. دونك من هذا المجال هذا اف بريم دو اكس موجبة. دونك غادي نقولو على المجال من جوج بلس لانفيني لدينا الاشتقاق اللي هو اف بريم دو اكس اكبر او تساوي صفر. اذن اش بما انه اكبر او تساوي صفر، اذن دال اف تزايدية. نقولو على المجال من جوج لمول لانفيني لدينا اف اصغر او تساوي صفر. من جوج لمول لانفيني اف اصغر او تساوي صفر، اذا اف تناقصيه. مفهوم؟ لان كنقولوا ان باش نعرف الداله الجزئيه التناقصيه كنعرفها من الاشتقاق. الاشتقاق موجب يعني الداله التزايديه، الاشتقاق السالب يعني الداله التناقصيه. دونك هنا عرفنا دابا كلشي، بقاو لينا غير ليميت. يعني خصنا نعرف ليميت على مول لانفيني بلس لانفيني. ليميت على مول لانفيني راها نحسبوهم حنا ما نعوزوش، واخا ليميت ماشي مهمين لانه غديرهم نتوما. حنا المهم عندنا جوج التغييرات كنديروهم. ليميت ديال اكس تساوي 2 ناقص 2 اكس اش غتساوي؟ هادي غتساوي هي بلس لانفيني، لان غنشد اكبر حد هو ناقص 2 لان الحدود ديال غنشد اكبر حد، ومول لانفيني اس 2 شحال هي بلس لانفيني. واضح؟ وليميت عند بلس لانفيني ديال اكس تساوي 2 ناقص 2 2 اكس غنشد اكبر حد اللي هو بلس لانفيني اس 2 هي بلس لانفيني، يعني بجوجهم بلس بلس لانفيني. دونك دابا نديرو رسمو جدول التغيرات ديالنا. غندير هنا اكس نديرو بالاحمر، هنا غندير اف سمينا اف ياك اف بريم دو اكس، وهنا اف فوم. غندير هنايا مول لانفيني بلس لانفيني ما نخرج والو لانها ار هاكا. فاش كتنعادو في جوج هذا كا البارتي هادي كنديرها هي هنا جوج، وكندير بحال هكا. كندير هنا مول لانفيني، كندير هنا ناقص هنا زائد فوم. دونك نكمل هذا. دونك لاحظوا معايا ناقص يعني تناقصيه، زائد يعني تزايديه. مفهوم؟ يعني هنا تناقصيه تزايديه. لاحظوا معايا هنا غندير بلس لانفيني وهنا غندير بلس لانفيني. لاحظوا معايا خرج لي بلس لانفيني وكاين جوج بجوجهم طالعين. واضح؟ وهنا غندير الصوره ديال هنا بلا ما ندير هذه. واش ندير هذه بلا ما نديرها؟ هنا كندير اف ديال جوج، هنا كندير اف ديال جوج، يعني خصني نحسب اف ديال جوج. اف ديال جوج شحال كتساوي؟ اف ديال جوج هنا غتخرج ليا جوج اثنان هي صفر. اف ديال جوج هنا هي صفر، هنا غتخرج ليا جوج اثنان هي ربعة، وجوج جوج هي ربعة، يعني ربعة ناقص ربعة صفر. دونك هنا غتكتب لي شحال صفر. اف ديال جوج اللي هي صفر. فهم؟ دونك دابا نزيدو واحد مثال اخر. دونك عندنا دالة اف لإكس كتساوي اكس عامل جدول مربع اكس ناقص اثنان، وعندنا ديال اف كتساوي من جوج بلس لانفيني. دونك هنا طلبني ندير جدول التغيرات. طريقة الحال عندي دو اف، شنو خصني؟ خصني الاشتقاق. دونك هنا ما غاش ندير الاشتقاق، عطيكم ريزولتا ديال نيشان ديال الاشتقاق. وحاولوا نتوما ديروا الاشتقاق باش تكونوا باش تعرفوا واش فاهمين الاشتقاق ولا لا. دونك هنا الاشتقاق في اف لإكس غتساوي لكم هنا غتخرج هي 3 اكس ناقص 4، 3 اكس ناقص 4 انا ديجا خرجتو عامل باش ما يدينا الوقت، عامل لي اكس ناقص 2. مفهوم؟ دونك هذا هو الاشتقاق هاكا. دابا عندي دي دو اف عندي الاشتقاق. دابا واش الاشتقاق موجب ولا سالب؟ خصني ندرس اشارته. ديما بغيت ندرس اشاره شي حاجه بحال دابا عندي كسر على كسر،
شو اش كندير؟ عندي ام مثلا عندي اف على الجي كنديرها كتساوي صفر، هذا كيعني ان اف كتساوي صفر وكندرس في هذه، لان الجي ممكنش تساوي صفر، يعني عندي هذه كتساوي صفر غندير هذه كتساوي صفر باش نحل المعادله، لانه باش نعرف انا اشاره هذه انا دابا ما عارفاش موجبه ولا سالبه، خصني ندرس اشاره اللي فوق فهم، يعني غندير 3 اكس ناقص 4 تساوي صفر، يعني 3 اكس تساوي 4، يعني اكس تساوي 4 على 3، دونك كتساوي اكس كتساوي 4 4 على 3. دونك دابا ندير انا جدول، دابا ندير جدول الاشاره. دابا لاحظوا معايا هنا شنو المشكل اللي غنوقعوا فيه هنا، هنا دابا ندير انا جدول الاشاره خاصني ندير على هذا المجال 2 بلس انفيني، والمجال 2 بلس انفيني اصلا ما كاينش 3 4 سطور بحال دابا المثال، ندير بغيت ندير انا جدول الاشاره هنا غادي غتوقع في هذا الخطا، هنا بغيت ندير جدول الاشاره مثلا هنا اكس، هنا غنبغي ندير 3 اكس ناقص 4 واضح، هنايا عندي هنا من 2 للبلس بلس لانفيني، هذا هو ديتو اف، هنا ما نقدرش ندير 3 على 4 لان 3 على 4 خارجه من 2، قبل من 2 هنا راه كاينه مثلا عندي 0 1 2 3 4 الى اخره، هنا عندي المجال غير من هنا حتى لهنا، و3 على 4 الا جينا نحسبوها لدنا 3 ل 4 على 3 4 مقسوم على 3 4 مقسوم على 3 غتخرجي 1.33، غتجيني هنا 1.33 1.33 ما دخلاتش في المجال، دونك ما نقدرش نجي ندير هنا 3 4 على 3، لاحظوا هاد القضيه ما بغيتكمش تمشوا غالطين فيها، ماشي نجي ما ندير انا خصني نشوف بعدا واش هادي داخله وسط المجال ولا لا، ماشي نجي نحطها وندير بحال هكا ونبدا ندير عكس اشاره على اشاره فهم، دونك غتجي لهنا غتجي هنا 4 3 غتكون هنا، مثلا انا ندير هنا 4 3 طبيعة الحال هنا غيجيني موجب لانه عكس اشاره على اشاره، دونك هنا راه موجب واضح، الا جينا نديرو على ار كامله مثلا جينا نديرو على ار كامله غتخرج لي عكس اشاره اشاره و ا موجب، ندرسو غير هذه بغينا نعرفو غير مجموع التعريف ديال هذه، ها 3 اكس ناقص 4 هذه وحدها، هذه نخرجو حنا من هذا الشيء مفهوم، غير هذه اشارتها وحدها مفهوم، هذه شنو ديتو اف ديالها هو ار، شنو هو اكس كتساوي 4 على 3 هاكا لان هذه حدوديه، دونك اش غندير؟ غندير لها جدول الاشاره ديالها، عندي اكس عندي هنا 3 اكس ناقص 4، هنا عندي من موال انفيني بلس انفيني، وعندي هنا 4 على 3 لاننا كنهضر على هذا نسينا دابا هذا، هنا عندي عكس اشارته اشارته لان ا هو 3 موجب، دونك لاحظوا معايا انا المجال اللي بغيت شنو هو؟ انا بغيت غير المجال من 2 بلس انفيني، ها 2 بلس انفيني كي داير؟ موجب، دونك هذه راه موجبه، يعني علاش؟ لان 3 على 4 من 2 بلس انفيني موجبه، يعني فوق موجب وتحت راه موجب لانه جدر جوج موجب وجدر كان موجب، دونك موجب على موجب يعطيني موجب، دونك هذه موجبه، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه البارتي هذه، وانا انا بغيت ندير هذه القضيه باش تفهموها، لانه كل اللي كيغلط كيجي يدير نيشان هو اصلا هي ما دخلتش وسط المجال كيدي يحسبها مفهوم، دونك انا عندي اف بريم كيدايره موجبه، دونك انا لدينا دونك عندنا اف بريم دو اكس اكبر من الصفر على المجال من 2 بلس انفيني واضح، دونك جدول التغيير تاعكم بحال هكا، وهنا عندنا 4 على 3 ماشي ضمن 2 بلس انفيني، دونك ما غاديش نحسبوها ندير بحال هكا، هنا راه في ما نقول لكم ماشي ضمن ونحبس، ولكن علاش درت لكم هذا الشيء هنا غير باش نبين لكم نسبة ان هذا كبر من الصفر، هادشي تحاول تنقص هذه وحدها، درت لها ديتو اف ديالها وحدها ودرستها وحدها، دونك دابا عرفنا ان اف بريم اكبر نقطع من الصفر، وعرفنا ان 4 3 خارج هذا المجال دونك ما خصنيش ندخلها، دونك هاد اف بريم دو اكس كبر قطعه من الصفر قلنا شرحناها من هاد البارتي هنا، دونك حاولنا نجيبو هذه وحدها 3 اكس ناقص 4 حاولنا نجيبو وحدها لان ما دخلاش في المجال هنا، دونك حاولنا نجيبو وحدها ودرنا ديتو اف ديالها وحدها ودرسناها ولقيناها موجبه من 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 4 3 بلس لانفيني، دونك 4 3 بلس لانفيني داخل فيه هذا يعني حتى هو غيكون فيه موجب، دونك اف بريم راه موجبه من 2 بلس لانفيني، دونك عندي هنا اكس كيف ما العاده نزيدو هنا واحد البارتي ديما، هنا عندنا اف بريم دو اكس وهنا عندنا اف، هنا عندي من موال لانفيني بلس لانفيني عفوا هنا من 2 البلس من 2 بلس لانفيني واضح هاكا، هنا غادي ندير واحد القضيه هنا غادي ندير بحال الشرطه غنقول لكم علاش، هنا اف بريم فيها جوج ما خصنيش نديرها
واضح لان جوج ما خصوش يدخل. واضح لان هنا جوج اذا كان عندي داخل جوج ناقص جوج صفر، يعني المقام صفر. ديما كنلاحظ ان المقام شي اذا كان شي عدد فيه، اذا كان المقام شي عدد فيه اللي غادي يعطيني الصفر كنحاول نحيدو. مفهوم؟ دونك هنا عندي موجب، هنا تزايديه، طبيعة الحال هنا كندير ليميت عند 3 انفيني وكندير هنا ليميت عند جوج. واضح؟ دونك كنتمنى لكم تكونوا فهمتوها. دابا غادي نمشيو ننتقلوا الى عطاك جدول التغيرات وقال لك خرج لي منه معلومات. مفهوم؟ دونك دابا غنشوفوا مثال الى عطاني جدول التغيرات وقال لي خرج منه. بحال دابا هذا المثال عطانا هنا جدول التغيرات، مول انفيني جوج بلس انفيني هنا واحد خارج، هنا ناقص ناقص زائد هنا هذا بقى. دونك هنا قال لي اول حاجه يطلب مني دي دو اف، يطلب مني مجموعه التعريف. هنا شنو هي؟ هي من مول انفيني لواحد واحد بلس انفيني. عقلتوا قلنا واحد كنخرجوه دي دو اف هو من مول انفيني حتى بلس انفيني. هاك هذه مزيانه، ها هي مول انفيني حتى بلس انفيني. واش كاين شي رقم خارج؟ كون ما كانش هذا واحد غنقول جوج، هذا ما خارج، هذا غير من عاقل فيه غير حل ديال المعادله. اما هذا خارج ما كاينش، يعني هنا خصني ندير واحد واحد ونديرو خارج بحال هكا. هذه هي مجموعه التعريف. عقلتوا كون عطيتكم بحال هادي ملي عطيتكم هنا جوج كنا خرجنا جوج، هنا ملي عندنا واحد كنا غنخرجوا الواحد، ولكن هنا عطانا جوج تاني قالنا خرج منه. دونك قال لي الرتابه، طبيعة الحال نقولوا على المجال من واحد مول انفيني دالة تناقصية، وعلى المجال من واحد لجوج دالة تناقصية، وعلى المجال واحد بلس جوج بلس انفيني دالة تزايدية. باينة هنا يطلب مني ليميت، يطلب مني ليميت عند مول انفيني ديال اف لي اكس كتساوي هي ناقص واحد، يطلب مني ليميت عند واحد موان ديال اف لي اكس شحال كتساوي مول الانفيني، يطلب مني ليميت عند واحد بلس ديال اف لي اكس شحال كتساوي هي بلس الانفيني، لان هذه واحد موان وهنا واحد بلس، واحد موان مول الانفيني واللي من ديالو واحد بلس بلس الانفيني. شتوها؟ يطلب مني ليميت عند بلس الانفيني ديال اف لي اكس شحال كتساوي هي بلس انفيني. شو ليميت عند بلس انفيني ديال فليكس بلس انفيني، وهنا راه ماشي ليميت، هنا 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 غنحسب الصوره. وهنا اف ديال جوج تساوي واحد. مفهوم؟ يعني نقدر نخرج منه ديال اف، نقدر نخرج منه الرتابه انا ما كتبتهاش هنا، راه تزايديه نقولوا على المجال هذا من واحد واحد راه خارج من واحد بلس انفيني راه تزايديه، والمجال من واحد لجوج راه تناقص، هنا عفوا تناقصيه، هنا تناقصيه، هنا تزايديه، راه باينه كتبوها. دونك لا طلب مني النهايات هما هادو نجيو هادي هنا ديرو اف شنو هو من ناقص جوج بلس انفيني، من ناقص جوج بلس انفيني. واضح هادي ساليناها. دونك ديرو اف هو هذا من ناقص جوج بلس انفيني. دونك هنا ثلاثة، هنا عندي مول انفيني، دونك ليميت ليميت عند بلس انفيني ديال اف لي اكس كتساوي بلس بلس انفيني. هنا عندي الصورة اف ديال ناقص جوج كتساوي ثلاثة، لأن ما حسبناش ليميت، هنا حسبنا الصورة. مفهوم؟ لأن ناقص جوج داخل، و اف ديال صفر هي واحد. ديما عقلوا ليها، إلا كان العدد داخل كنحسب كنحسب الصورة ديالو، كان خارج كنحسب كنحسب النهاية. بحال دابا هنا واحد هاد واحد راه خارج من المجال، دونك علاش حسبنا ليميت عند واحد واحد ناقص واحد زايد؟ هنا كان هو داخل وسط المجال، حنا حسبنا الصورة ديالو، جوج صفر داخل وسط المجال، حسبنا الصورة ديالو، خرج لنا واحد، جوج داخل وسط المجال، شوف راه داخل هذا، داخل وسط المجال، حسبنا الصورة ديالو، مفهوم؟ شنو باقي لنا؟ الرتابة، لاحظوا معايا، من صفر لجوج، ها هي، من ناقص جوج حتى لصفر، عندنا إف تناقصية، ومن صفر حتى لبلس أنفيني. عندنا اف تزايدية. فهم؟ اذا ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة ديالنا مدبر عمود، وتفعلوا الجرس باش اي فيديو يحتاج يوصلكم، وبالتوفيق ان شاء الله.